السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أتمنى تكونوا خير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. أنتم شوفوا جاكم واش تيدير، والله إلا راه 12 ديال الليل وستة ديال الدقائق بالحساب. عندنا داك الشرجم ديال الكوزينة كنخليوه هو الأخر عاد باش كنسدوه، وبغى يهبط جاك موريدو باش نمشيو الناسو ويشوف الثلج. صافي عشاف الثلج هو يخرج تيجري، قال لي نغطي الشيبة. راه حطيت لكم هذا المقطع البارح في الانستغرام فاش يلا داروا جاكومو، بدا الثلج كيطيح، قال لي نغطي على الشيبه والمعطرش. انا كنطلب فيه كنقول لي عافاك غطي لي غير هذه ديال هاد الليمون ديال الشينوا داك الصغيور، قلت لي غطي لي هذا، قال لي نغطي هادو من الاولين بعدا ونشوف شحال من مظله غتبقى ليا عاد نشوف لك هذاك الليمون. وراه هو خدام تيغطي في هذيك المعطرشه وهذيك الشيبه. ها انتم راه باش تعرفوا الحاجه اللي بغيتوها تصدق لكم، وداك الشيء هو كيضل يكون عليا انا كون وامات كلشي داك الشيء، بنغطي ما حتى حاجه. انا راه كنشوف البرد وكنسكر الشرجم وكندخل كنبقاش نعاود كاع نخرج برا. وهو مسكين لا كان الشتاء ولا الثلج ولا الرعده ولا اللي كانت الصبيط يضارب مع الحابق يجر فيهم. المهم راه في الليل دابا، ايوا الصباح يلا فقنا، والله الا باقيين في بيت النعاس هنايا، انا يلا فقت حل جاكمو هنايا. عرفتي تخلات ملي شفت الدنيا كلها بيضه، شوفوا ما شاء الله كي دايره الدنيا، وطح بزاف ماشي غير شويه. من 30 سنه اللي سمعنا اليوم في الاخبار، من 30 سنه ما طاحش بحال هكا في ايطاليا كلها، طاح بهاد الكميه هكا كثيره كيف ما كتشوفوا معايا دابا. دغيا دايره راها 25 سنتيم باش وصل اليوم العلو ديالو هنايا في بيرغامو. عندنا في المدينة ديالي أنايا بينو كلشي في إيطاليا طايح فيها التلج هاد النهار، زادونا التلج على الحجر الصحي. صافي عاد باش ما غاديش نتحركو من الدار أصلا كاع. دابا غندوركم من الجهة الأخرى ديال الكوزينة باش نشوفو هاديك الشجيرة كي صبحات اللي دار جاكومو البارح. قلت لي غطيها ما غطاهاش، قال لي ما تخافيش عليها راه داخلة هنا لداخل. المهم غنديرو دورة من الجهة الأخرى. الحمد لله اللويمينه ما وصلهاش بعدا، امال الشيبه البارح غطاها جاكومو هي والمعطرشه هما مغطين. ايه مضلع واجد فوقهم. نسيت هاسينا غيدخل لينا كاع البرد ديال برا، الناس كينقيو لتحت لان ما عندناش الباساج من ندوزو، ما كاينش. هذوك اللي ساكنين لهيها نقاو الباساج ديالهم وحنا راه باقيين هنايا تحت ما نقى. شوفوا كي دايره الدنيا، شوفوا 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 جاكم راه طالع لي الدم، قال لي كلشي غيموت دابا الثلج، قال لي كثير بزاف غيتقل واخا نقيت نعيا، قال لك غادي يجمد لي كلشي كاعي دابا. شوفوا كي تيدير، شوفوا اليوم المظله فين ولا باش غطاها وتهرس المظله كاع سيرو الطفور. حيت شكيت زعما ها انتم شوفوا اها شفت انا غادي ديو شتو المظله فين ولات هربات ما عطرش كلشي بحال كاع ما غطاها كفوب سيكينا توت على الجنب. ايوا صافي مسكينا انتوما اللي تيقولوا لي كي تيدير تيصدق لجاكم والغرس اش تيدير ليه؟ اش تيدير ليه؟ هادي سميم وليالي انتوما غنعري انا هادي هنايا. شوف كي داير شحال كدير على مبرايا نو 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 اخويا حيدت عليها الثلج وهي هي تحل بقى وحده فينا هي الجو لالطو عندها تو جو المهم جات لي سافا كوا اوكي طاحت المظله الاخرى قال لي رجعكم بلاتي نشوف نو ما بعيد الجو لا تتبانش ليا اي فرصه يا نضاطه نشوفو عاوتاني في ليو رجعكم البارح جاكم غطى ليا حتى في ليو يطلع لي الدم دابا قالك البطة وطاحت. شوفوا في اليوم مسكين شوف شوف
سي كوبيرتو. هذه هي الاجواء ديالنا ديال هذا النهار اليوم. ها انتم شوفوا فوق دايره الدنيا كتبان حتى حاجه. شوف هذا المحبق ما عرفتش كاع اش كاين فيه. شفتوا شوفوا مسكين هاو. شوفوا الدنيا كي دايره. شوفوا الدنيا كي دايره. راكم فينيتو يلا ندخلوا للدار بارك علينا. كيف هذا كاسا صافي ندخلوا للدار وانا نشاركم معكم الاجواء هذه. انتم شوفوا شوفوا الدنيا كده. شوفوا الرمانة كي ولات. شوفوا بالعانة جاكبا شتو الرمانة. اوكي صراحة ما نكذبش عليكم اليوم ما طيبتش شي حاجة. كلينا غا داكشي مدردف وصافي غا داكشي اللي كان دي بانيني بيه وصافي. لان واحد المتتبعة ديالي انتم ما كتشوفوا في التعليق الفوق راه هو الحقيقه وقعت فيا بزاف ماشي غير شويه بقى غير صغيره كتكتب معايا مره تصدمت ملي سمعت مسكينه ان عندها سرطان في الرحم. سرطان عندها في الرحم وجاتها ايموغالجي مجهده بزاف ما مسكينه ما بقاش يبان ليها حتى امل وبقات تكتب معايا قالت لي عافاك قولي لي اشنو اللي نقدر ندير شنو ناكل شنو ما ناكلش نتبع شي حاجه. انا الحاجه اللي قدرت ننصحها بها قلت لها ما تبقيش تاكلي السكر ما تبقيش تاكلي داكشي المعلبات وقلت لها استغفار كثري من استغفار وامني بالله وصافي وما تخافيش. ونتمنى منكم حتى نتوما اللي كتعرف شي حاجه ولا عندها شي حد مريض بالسرطان في الرحم وعندو شي فكره على العلاج ديالو ولا اشنو خاصها دير ولا شي حاجه الله يجازيكم بخير. انا كيما هي مسكينه قصداتني وسولاتني وانا دابا كنرغب فيكم. اللي كتعرف اي حاجه الله يجازيكم بخير تخليها ليها في التعاليق راه هي غادي تشوف التعاليق لان هي اللي طلبتني وقالت لي سولي ليا المتتبعين ديالك. اللي عارفه شي حاجه تقولها ليها الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. اللي عارفه شي حاجه اللي فات منهم شي حد هكا من لافامي ديالها ولا صاحبتها ولا يعني راه الواحد بقى صغيره مسكينه بقى صغيره بزاف وعندها وليدات صغار وشنو غادي نقول لكم والله الا بقات فيا واثرت فيا بزاف. نتمنى ان تكون شي وحده فيكم السبب في العلاج ديالها يا ربي في هذا النهار. يلا شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.